متابعينا في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل الخير. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة نسبياً وشديدة الحرارة في مناطق الغور، البحر الميت ومنطقة العقبة. وطبعاً من المتوقع إن شاء الله أن تزداد درجات الحرارة خلال اليومين القادمين بإذن الله. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان فترة السحور، إذ تسجل لهذه الليلة 20 مئوية مع أجواء غالباً صافية ونسبة الرطوبة 45% وسرعة الرياح 6 كيلومتر في الساعة. أما الآن نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله نهار غد الثلاثاء في مناطق المملكة، ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل 33 درجة مئوية وأتربة مثارة و23 ليلا، أما المفرق 35 نهارا وأيضا أتربة مثارة و23 مئوية ليلا، جرش 34 نهارا غيوم أجواء غالبا صافية عفوا و25 ليلا، وعجلون 31 درجة مئوية وأجواء غالبا صافية 22 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. أما المناطق الوسطى مع العاصمة عمان 31 نهاراً 22 ليلاً، البلقاء أيضاً 31 نهاراً 23 ليلاً وأجواء غالباً صافية، مادبا 32 نهاراً 22 ليلاً، البحر الميت 38 نهاراً أجواء شديدة الحرارة و29 ليلاً، الزرقاء 35 نهاراً وأجواء أيضاً حارة جداً و25 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله. مع المناطق الجنوبية والكرك 31 نهاراً 24 ليلاً، الطفيلة بين 31 23، معان بين 31 22، والشوبك بين 28 21، أما العقبة أجواء حارة جداً 41 مئوية إن شاء الله و29 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله. أما أخيراً مع المناطق الشرقية الرويشد 26 22 مع احتمالية لهطول زخات من الأمطار، الصفاوي كذلك الحال احتمالية هطول زخات من الأمطار 37 نهاراً 23 ليلاً، والأزرق أخيراً 38 نهاراً 23 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله واحتمالية لهطول زخات من الأمطار. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.